بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد القادر من بريد وسط وشمال، احد افراد اعضاء النقابه المستقله. احنا النهارده سجلنا وقفه احتجاجيه علشان خاطر مطالبنا متجاهله من قبل رئيس الهيئه وسياده الوزير. سياده الوزير قعدنا معاه ثلاث اجتماعات وثلاث اجتماعات فاشله، كان بيوعدنا وعود هاويه، ومره من المرات يعني خلينا علقنا الاضراب بتاعنا، كان اضرابنا يوم 23/2 علقناه في 2/5 تقريبا علشان خاطر الوزير كان يعني وعدنا ان احنا هينفذ الوعود بتاعته، حمس العهد معانا فعاودنا الاضراب. ودلوقتي احنا النهارده مسجلين وقفه في قدام مجلس الوزراء لتصعيد مطالبنا، لان احنا متجاهلين في البريد ومطالبنا كلها مش كتيره. احنا بنطالب ب 50% على حافز الاداء من الاساسي، و7% علاوه دوريه، واقاله الفساد بدايه من المستشارين والمستشار الاعلامي ورئيس الهيئه، وعندنا كمان المسؤول المالي احمد فتح الله هو اساس الفساد في الاستثمار. وبالنسبه للسجنوا من رفاقكم، ومعانا زمايلنا من اول ما عملنا الاضراب بتاعنا، عودنا الاضراب في 5 من زمايلنا تم اعتقالهم في الاسكندريه وجدد لهم من النيابه 15 يوم. طبعا ورموا عليهم تهمه، احنا كلنا نزلنا في 30 يونيو نزلنا وقلنا دستور وقلنا حاجات كتيره كده، لقينا مفيش حريات مفيش كلام دوت، لقينا اللي بيطلب بحقه. احنا موظفين، اترمى علينا بلوة الاخوان، اترمى علينا ان احنا معانا سلاح، احنا ما معناش حاجه، احنا بنقول حقنا في هيئتنا جوه مكاننا، اتهمونا بحاجات كتيره وحبسوا زمايلنا بالاسلوب.